الأمانة اللاعب مسعود فريدون خدم في الرياضة الكويتية وخدم في أكثر من نادي، وبداياته في نادي السالمية ولعب في الشباب وأعتقد نادي الساحل أو النصر، فيستاهل أن نكون راعي لمباراته. ومع الأسف يعني شوي الأحوال الجوية ما ساعدت حضور الجماهير وخاصة جمهور نادي العربي، إلا أن إن شاء الله يعني صارت محاولات لتسجيل المباراة. الكل يعرف حاليا هناك احتفالات فبراير وجميع الفعاليات تحت رعاية حضرة صاحب السمو، فكل سيارات النقل كانت متواجدة في نواحي مختلفة، إلا أن مشكور وكيل وزارة الإعلام استطاعوا اليوم أن يبعثون كاميرات لتسجيل المباراة ومن ثم بث إن شاء الله. أقول يعطيك ألف عافية على مسيرتك اللي قدمتها الطويلة في مجال كرة القدم، سواء كانت مع نادي السالمية أو نادي النصر أو بالأخير مع نادي الشباب. الكل يعرفه وقدم صراحة الكثير لنادي الشباب، توج معهم في بطولتين دوري درجة الثانية، وقدر أنه يعني ينافس بشكل كبير في صعودهم للدرجة الأولى. من اللاعبين اللي كانوا للأمانة يعني له دور كبير بالفريق، يعني استمر معنا يمكن سنوات كثيرة، والأمانة استفدنا منه وعطى من جهده وبذل مجهود وكان متعاون. مسعود فريدون من أول ما دش النادي عندنا كان عنده شخصية وكاريزما يفرض احترامه على الجميع، ولكن إذا كنا بنتكلم على سلبياته، واحدة منها العصبية الزايدة، وكان ممكن في بعض المباريات اللي كنا خاصة بالبداية نتأخر فيها كان يفقد تركيزه ويأثر على الفريق. لكن كرجل أيضا نرجع حق شخصيته، شخصية قوية، شخصية قيادية، كان يدير الفريق داخل الملعب وفعلا يعتبر إيد المدرب اليمين داخل الملعب. أمانة أنا دائما أحضر تمارين وهذا ما توقعت مسعود يكون بالشخصية هذه مع الفريق، محبوب من اللاعبين، شخصيته قوية، يعني قدر يتعامل. يعني في فرق لما تكون لاعب فريق أول يتعامل مع ناس كبار بعدين تنزل حق براعم، وهذا صراحة الولد ما شاء الله عليه ذكي وقدر يتعامل ويوصل لقلوب اللاعبين وحبب اللاعبين فيه كثير والله أمانة.